ايوه حاضر. انا اسف جدا لو صحيتك، بس بنطلون وقع عندك في البلكونه، يعني محتاجه عشان الشغل. حاضر يا سامح. وده شغل ايه ده بعد من المؤاخذه اللي بيطرح له باللبس ده؟ انا انيميتر، صحابي بيرسموا الجرافيك وانا بحركها. طب اتحركها بقى. اوه بقعه البريسكت اللي ما بتطلعش من هدوم، انا محتاج اقلله شويه. انا محتاج اعرفه، بس ما تقلقش، حط عليها سافو وسيبها يومين وهتطلع. سافو ده بنطلون نايكي الاوريجينال يا معلم. سافو ايه بس؟ لا انا خبره في الغسيل، عندي 3 تيشيرتات على الحبل. لا في الدنيا. اتفضل يا سامح. ثانيه واحده، انت ناسي مرتبك في البنطلون؟ فداك يا محمد، فداك كل حاجه. شكرا، تعبتك جدا معايا. سأل 500 جنيه بتوع الباب. طيب صديق الإنسان، بيني وبينك آخر كام سنة المناسبات الاجتماعية بقت تحسسني بالضغط النفسي. فرح بقى، حنة، حفلة، توقيع كتاب، عيد ميلاد، طهور. كل ما أروح مناسبة أرجع منها روحي مسحوب، أقعد أفكر إيه اللي حصل في اليوم ده سحب روحي كده. ألاقي إن اليوم كله ناس لابسة لبس مبهج وجميل، واخد بالك، وبيقابلوا بعض بالابتسامات والمجاملات الرقيقة، والترابيزات عليها مزة كتير، قصدي فاكهة. بس يا أخي برضه في إحساس مش مريح. أخي المناسبة الوحيدة اللي بروحها وأرجع منها سليم نفسيا هي العزاء، ودي مفارقة صديق الإنسان. وقعدت أفكر بيني وبينك برضه، هل الواحد كره مظاهر الحياة ولا مظاهر الحياة هي اللي كرهته؟ لقيت إن المناسبات السعيدة مش هي المشكلة. والله صديق الإنسان الواحد قلبه أبيض وبيحب يفرح للناس ويحب الناس تفرح. المشكلة مش في المناسبات ذات نفسها، المشكلة إن المناسبات دي فيها شوية ما ورائيات كده، تحس إن الضحكة وراها حاجة، البسمة وراها حاجة. وقعدت أفكر إيه العامل المشترك اللي بين كل الناس اللي في المناسبات دي، وجه في بالي عامل مشترك غريب جدا، وهو إن كل الناس دي بما فيهم أنا قضوا وقت طويل قدام المراية قبل ما ينزلوا من بيوتهم. طب إيه علاقة المراية بعدم الراحة اللي ممكن نحسه ده؟ لقرون طويلة من الزمن الناس كانت ماشية في ظل الملوك، أو في ظل ثقافة الحياة اليومية اللي ممكن تتعلمها من غير جهد. سواء بقى كنت بتسعى في الحياة دي للمكسب ولا المعرفة ولا الحكمة، ولا بتسعى للمتعة ولا للنصر، مش هتفرق كتير. بشكل من الأشكال أغلب الناس كانت زي بعض لحد القرن الـ18، زي ما المؤرخ الهولندي يوهان هويزانيكا بيقول في كتابه اضمحلال العصور الوسطى. بالبلدي كده كل واحد بقى على راس حياته بيوجه الدفه لنفسه وبنفسه. انا برضه صديق الانسان ما كنتش فاهم هو عايز يقول ايه في الاول. ما تقول يا عم الحاج ايه اللي حصل في القرن الـ18؟ بص صديق الانسان، واضح كده ان التغيير اللي حصل في القرن الـ18 كان شبه المرايه. يعني المرايه دي مثلا اداه قدامك كده بتنقل لك صورتك بشكل واضح، وبتوريك تفاصيلك بشكل موضوعي لم يسبق له مثيل في التاريخ. صديق الانسان، الناس زمان لما كانت تحب تشوف نفسها كانت تبص في البحر. يعني تخيل انت دلوقتي صديق الانسان لما بتطلع لك فسفوسه في وشك بتفضل رايح جاي على المرايه تطمن على الفسفوسه. فبالتالي المرايه بتخليك تتامل في ذاتك وفي حكايتك الشخصيه المستقله، وبسببها بيبقى عندك وقت اكتر تلاقي نفسك مضطر فيه تفكر في نفسك كفرد مش كجزء من مجموعه. وبالتالي يبقى مش صدفه موضوع المرايه ده، خصوصا لما تعرف ان ده نفس الوقت اللي الناس فيه بداوا يتوسعوا في صناعه المرايات ودخولها بيوت الناس كلها، بعد ما كانت حاجه موجوده بس في بيوت الاغنياء والطبقه الارستقراطيه. كل ده اتخلق معاه في نفس الوقت مفهوم فلسفي بيقول لك ان المفهوم ده لا مؤاخذه واحد من اهم ركائز الحداثه، الا وهو ان الانسان بدا يبقى هو اللي بيكتب قصه حياته بنفسه. يعني انت لو جامد صديق الانسان، وانت جامد طبعا، بقيت لازم لما تقابل حد تعرفه ان انت جامد بنفسك. يعني بقيت تكتب سي في، تنزل تتعرف بحد فتحكي له عن نفسك وهو يحكي لك عن نفسه. كل واحد فيكم بيحكي قصته بنفسه. تقول لي طيب يعني وهو الناس زمان قبل كده يعني ما كانوش بيحكوا؟ الوضع كان عامل ازاي قبل كده؟ يعني الناس بتعرف المعلومات عن بعض بأنهي طريق؟ لو رجعنا بالذاكره لزمان هنلاقي ان انت كنت بتعيش العمر كله جوه دايره معارف ثابته، هي قرايبك واهل البلد واسرتك الممتده. واهلك او اسرتك الممتده دول صديق الانسان كان الواحد فيهم بيتم الاعتراف بيه واحترامه كل ما يكبر في السن. يعني وانت صغير بيبقى كل الناس اللي حواليك دول لا مؤاخذه شافوك مره على الاقل وانت عاملها على روحك. فلما تكبر بتبدا تحترمهم لان ده سبب وجيه صديق الانسان. وكل ما تكبر انت كمان بيبدا المجتمع يديك وضعك ويقدرك، سواء كان اعتراف المجتمع ده بيك بيزيد بسرعه او بيزيد ببطء، فهو كده كده بيزيد، السهم طالع يعني. فمثلا جدي الله يرحمه صاحب البيت ده في لحظه جدعانه كده وهو صغير شاف عيله صغيره بتغرق في الترعه، قام شد اللباسه بوتكه
ونط في الترعه ينقذ البت، ومن ساعتها وهو بطل في عيون الناس كلها. والقصه دي فضلت الناس تحكيها، والبت كل ما تكبر وتحلو جدي في نظر الناس يبقى بطل جديد كل يوم. اللي حصل في قصه زي دي ان موقف واحد بس في حياه جدي كسب منه اعتراف المجتمع بانه بطل باقي عمره كله. البطوله دي صديق الانسان اعتراف ابدي، هتفضل اجيال العزبه كلها تتحكى بيه. انما الحياه في المدينه مختلفه حبتين، يعني انت النهارده مثلا لو نطيت في النيل انقذت عيله صغيره، الناس هتسقف لك وكل حاجه، بس بطولتك دي هتنتهي اول ما تركب ميكروباص من على اول الشارع، لان الناس اللي حواليك في الشارع دول صديق الانسان اغراب، علاقتك هتنتهي بيهم اول ما تمشي من المكان ده، الا لو امك دعيالك صديق الانسان وحد صورك ونزلت على النت، ساعتها برضه هتطلع ترند بس كلها كام يوم والناس هتتلهي في قصه تانية، وتقعد انت بقى تجري ورا الاعتراف ده طول عمرك عشان تدوقه تاني. تلاقي نفسك بقى فتحت قناه على التيك توك وبدات تدخل تحديات وكبسوا على الشاشه شباب وتكرمني لعيونك ام عمر من الكويت والشغل ده كله، غير ان انت كل يوم بتقابل ناس جديده اصلا، والحكايات على قفا من يشيل، وكل واحد فينا ماشي شايل حكايته على كتفه وقاعد يحكيها لكل واحد يقابله. وبعدين تلاقي واحد بدا يخترع حبكات لقصه حياته، يقول لك هخليها دراما ولا اقلبها دارك كوميدي، فيعمل نسخه كده ونسخه كده. زمان كان برضو الناس بتحكي قصص خياليه، كانوا بيكذبوا يعني عادي، كانوا بيحكوا قصص خياليه عن نفسهم وكل حاجه، بس كان دايما المشهورين بتاليف القصص دي هم الكبار، الناس الكبيره في السن. يعني حتى يا اخي في دي فيها امتياز بتكسبه مع الزمن، لان اغلب اللي اكبر منك حضروا كل حاجه انت حضرتها، فما تقدرش تحور عليهم، انما اللي اصغر منك بسنين الكذب عليهم مسموح. بس انت في الزمن ده النهارده بقيت على حجر نفسك، احكي بنفسك عن نفسك. طيب انت لما بتحكي قصتك صديق الانسان غالبا بتملى حكايتك بشويه مواقف وبلوت تويستات انت عايز الناس تعرفهم عنك وتصدقهم، بل وتعترف لك بيهم، وكل الناس بتعمل كده، والقصص بقت على قفا من يشيل. بالتالي الحصول على الاعتراف صديق الانسان بقى شيء صعب للغايه، خصوصا ان القصص زي اي سلعه محكومه بقوانين الندره والعرض والطلب والامتيازات الموروثه. واللي حصل في القرن ال 18 ده كان تطور في نظره الانسان لنفسه. بس هل صديق الانسان التطور ده تطور ايجابي ولا سلبي؟ والله يبدو انه تطور ايجابي سيكا، بس هو عموما كل خطوه لقدام في التاريخ بيبقى في ايديها اليمين فاس تبني بيه، وفي ايديها الشمال فاس تاني لمؤاخذة تنزل بيه على دماغ اللي خلفوه. او الفاس اللي في الشمال في موضوع تطور رؤية الانسان لنفسه ده كان الاسترس والضغط النفسي، كل ما الدنيا تتقدم قطاعات اوسع من الناس بتخش في حلبة كتابة قصتها، وللاسف اللي بيخرج من القصة دي مهزوم اكتر من اللي بيخرج منتصر. اقول لك ليه بقى؟ لانك لما بقى مطلوب منك تفكر في قصة حياتك بصفتك فرد مش كجزء من مجموعة، محتاج تعرف انت انسان ناجح ولا فاشل، تقعد تفكر بقى طيب ولا شرير، ما بقتش تتصرف على سجيتك وسايب الناس يقولوا عنك اللي يقولوه، لا انت بقيت حاسس انك انت المسؤول عن اللي الناس هتقوله عنك، وبالتالي الاحساس ده عمل للواحد مننا ضغط نفسي طول الوقت. فالتطور ده خلى استجابتنا الفسيولوجيه والهرمونيه للاسترس تدوم لشهور وسنوات متواصله، في حين ان الاستجابه دي للاسترس كانت لالاف السنين بتتولد عند اسلاف البشر بس في لحظات الخطر القصوى عشان تخليهم يجروا او يهربوا لما يشوفوا اسد مثلا، حاجه كده بتتخلق جواك لمده دقايق عشان تخليك تهرب من الخطر اللي بيهددك، وبعدها اعصابك بترجع تهدى بعد ما تبقى في امان. انما الانسان مش مصمم انه يستحمل الاسترس ده لمده سنين عشان تيجي على نفسك وتطلع قصتك بشكل حلو ويعجب الناس فتحس بذاتك، وده اللي بيخلي بروفيسور السايكولوجي الشهير ستيفن إيلاردي يسمي الاكتئاب مرض الحضاره. طيب لو الانسان بقى مضطر يكتب قصته بنفسه ويقرر بنفسه هو مين واختياراته وايه احلامه ومحسوب على مين، كل ده بنفسه، طب ايه دور المجتمع ناحيه الانسان في الحاله دي؟ قال لك المجتمع دوره انه يامن لكل انسان اكبر قدر من الاستقلاليه يسمح له بكتابه قصته دي. طيب بعد ما كل واحد فينا عمل حاجات منتال بدماغه وصحي تاني يوم قرر هو هيبقى مين؟ والله حاجه جميله جدا انك تختار حياتك وشغلك وكاريرك وحكايتك الشخصيه بنفسك، ده لكنها جميله لحد هنا بس، لان اللي بيحصل بعد كده صديق الانسان يعتبر هزه كبيره حصلت للانسان، وهي ازمه ان الناس الغرب اللي بيشوفوك دول وبتتعامل معاهم كل يوم دول يعترفوا بيك وتعجبهم قصتك. يعني تخيل صديق الانسان مثلا انك استلفت عربيه من صاحبك ابن الناس عشان تخرج فيها البت اللي انت لسه متعرف عليها من تندر، وانت ماشي بالعربيه وعايش اللحظه وقفك ظابط، فوانت بترد على الظابط قلت له انا لسه مطلع الرخصه يوم الاربع بدل الاربع مثلا، فراح قال لك اربع طب انزل هنا بقى مفهمني انت سارق العربيه دي منين؟ ما هي دي برضه مش اكسنت ناس بتركب بي ام دبليو، مع احترامي ليك صديق الانسان. الحقيقه في اللحظه دي اللي هيجرحك اكتر من ان العربيه مش بتاعتك هو ان شكلك مش وش عربيات اصلا، يعني الظابط ما اقتنعش بيك، بمعنى انه حتى لو جبنا لك العربيه الناس مش معترفه بيك انك ينفع تركب عربيه نظيفه، ودي باختصار نبذه عن عقده الاعتراف. الفلاسفه في السنين الاخيره ابتدوا يلاحظوا اصلا شيء غريب جدا في العالم وتحديدا في الغرب، وهو ان كتير من الحركات السياسيه وانضلالاتها بقت عباره عن صراع من
لاجل الاعتراف. يعني ناس بتخرج تصرخ مش بسبب انهم عايزين اجور زياده او اعاده توزيع للسلطه والثروه، قد ما هم جماعات بترغب في الاحترام والاعتراف والتقدير من المجتمع. الناس باختصار كتير منهم بقى حاسس انه لا مر وعايز يتشاف كويس. وبحسب نظريه الاعتراف، فانت عشان تطور هويتك العمليه او قصتك زي ما سميناها، محتاج جدا تحس ان نظره المجتمع واللي حواليك ليك حلوه. والناس اللي بتفشل في الحصول على الاعتراف من المجتمع بتلاقي صعوبة كبيرة في انهم يتحملوا نفسهم وذواتهم ويحسوا انهم ذات قيمة. او بمعنى تاني، عدم حصولك على الاعتراف بيمنعك انك تكون علاقة ناجحة مع نفسك، ومن ثم فاعتراف الناس بيك ده اصبح حاجة حيوية لا غنى عنها. لكن المشكلة صديق الانسان في الاعتراف انه عامل زي الهيروين كده، هتلاقي نفسك عمال تتهرش كل شوية، محتاج شامة جديدة، محتاج تشوف تاني في عين الناس انك جامد او انك ناجح او انك شيك. العقدة مش بس انك انت محتاج تلبي احتياج ما في حياتك، زي انك مثلا يبقى عندك شريك او اسره، لا، انت محتاج شريك واسره يخدموا على قصتك اللي هتحكيها. محتاج دايما تعمل ابجريد لبروفايلك في اللعبه يليق بشكل قصتك اللي عايز تسمعها عن نفسك. فبالتالي مش هتروح تتجوز اللي بتحبها وهتحقق لك احلامك، وانما هتروح تتجوز اللي الناس بتحبها، واللي لما تركب جنبك في العربيه الناس تنسى انك انت بتقول على الاربع ارباع او على السطح سطح. مش هتركز مثلا انك تتعلم علم يفيدك قد ما هتركز ازاي تقول ثانك يو مش ثانك يو. لكن في خبر جميل صديق الانسان، هو الحقيقه مش خبر جميل، هو خبر وهو ان اسهل طريقه تقدر تحصل بيها على الاعتراف في المجتمع ده هو لعب دور الضحيه. اسهل طريقه تقدر تاخد بيها اعتراف من غير مجهود، بس اهم حاجه خليك ضحيه لاي حاجه روشه. نعرف نلاقي لها ترجمه من كلمه واحده بالانجليزي، خليك ضحيه اي حاجه، بس اياك تقول انك ضحيه الفقر والحرمان، عشان الناس عندهم استعداد يمنحوا كل الاعتراف لممثله ما يعرفوهاش بتحكي عن تجربه ما شافوهاش، بتقول ان هي سببت لها تروما مثلا، بنفس مقدار استعدادهم ان هم يعدوا من قدام مستشفى بالريش من غير ما يدوا لواحده ست غلبانه جنيه. اتعلم من اسماعيل ياسين في فيلم المليونير لما دخلوه مستشفى المجانين، اول ما قال لهم الحقيقه ان اسمه جميز، وقعدوه في فيلا لما كذب عليهم وقال لهم ان هو اسمه عصب الاسترليني. انت كمان صديق الانسان، اوعى تقول للناس ان اسمك الحقيقي جميز، خلي الموضوع ده سر بينك. انت من هنا ورايح اسمك عصب، وعندك تروما انتولوجيه بسبب ان ابوك كان بيرفض انك تلبس شورتات بينك وانت صغير، وده سبب لك ازمه انك تشوف ذاتك في انعكاس بوتقه الهرمنيوتيك. اسهل طريقه للاعتراف هو انك تكون ضحيه لحاجه روشه ما. لو قلت مثلا انك ضحيه انك كل ما بتخرج مع واحده بتتعلق بيك وانت بتتاذي من انك بتجرح مشاعرها، ده طريق حلو لجني الاعتراف في عيون الناس. بينما لو قلت ان مشكلتك انك ما مسكتش ايد واحده من سنه 86، فمش هيقابلك من الناس غير الشفقه. كارثه تانية من كوارث الاعتراف انه ممكن يوصلك لمراحل مرعبه من تهزيق نفسك. يعني مثلا لو ممثله وزنها مش الوزن الذي يطلبه المستمعون، وعايزه تحصل على اي شكل من اشكال الاعتراف ومش لاقيه، هيوصل بيها الحال زي اللي بتشوفهم كتير انها تبدا تشتغل اعمال كلها مبنيه على التريقه على شكلها وجسمها، ويبقى رصيدها في الحياه هو مقدار النكت اللي بتقولها على نفسها. طبعا هنا مشكله مركبه، لان هي في اطار سعيها للاعتراف ده بتهين ناس كتير ما لهمش ذنب. يعني انا مثلا ايه ذنبي ان انا مثلا راجل تخين محترم مروح بيتي قاعد بتفرج على فيلم مع اسرتي، فلاقي الفيلم كل واحدة بتتريق على وزنها اللي تشاء الأقدار إنه نفس وزن. طب انت واحدة غاوية تهزيق، أنا ذنبي إيه إن أنا أبقى مادة للسخرية قدام عيالي؟ البحث عن الاعتراف عامل زي ما تكون بتدور على عملة وهمية في جيب ناس أغلبهم أصلاً أنت ما بتشغلش باله دقيقتين في اليوم. وفكرة إنك بتدور على حاجة عند الناس دي فكرة مهلكة، لأنه على رأي المثل يعني أفتكر لك إيه بصلة وكل قطمة بدمعة. مفهوم الاعتراف بيحتوي على فكرة مريبة جدا، وهي إن أنت جواك نواة ثابتة اسمها ذاتك، المفروض تقدمها للناس وتجني عليها الاعتراف، في حين أصلاً إن النواة دي بتتشكل كل يوم وما هياش شيء نايم في حالة سبات ومستنيين نصحيه. عشان كده سارتر عنده موقف عنيف في موضوع الاعتراف ده، بيقول لك إنه لا توجد علاقات متساوية ومستقرة بين الناس، وإنما فقط علاقات هيمنة بتتعرف فيها الذات على نفسها من خلال تقزيمها واختزالها في عيون الآخر. باختصار في رأي سارتر، الآخر هو الجحيم، وجدلية الاعتراف جدلية مستحيلة، وكلنا جايين نبيع المية في حارة السقايين. طب واضح إنه سارتر متشائم كفاية يعني. طب نشوف غيره، توماس هوبز الفيلسوف الإنجليزي الشهير، بيشوف إن علاقاتنا وتفاعلاتنا الإنسانية كلها أصلاً جاية من رغبتنا في حصد الاعتراف والإعجاب والمجد. ومن الواضح كده صديق الإنسان إن علاقاتنا الاجتماعية اللي اتكونت بدافع السعي للاعتراف بتخفي ورا الابتسامات والمجاملات اللي من بره دي علاقة صفرية، إما هتكون فيها الشخص المعترف أو الشخص المعترف بيه، ومن ثم هتلاقي نفسك ضيعت سنين من عمرك مع واحد صاحبك كاريزما على القهوة، واللي حصدته في الآخر كراهية مستخبية وكلام من تحت لتحت كل غرضه الهيمنة على بعض. ما هو كل واحد فيكم عايز يجني الاعتراف،
فاللي مش هياخده هيقلب الترابيزة على التاني، وده ممكن يفسر لك ليه أغلب علاقات نجوم المجتمع بتنتهي سريعاً كما تبدأ سريعاً وبأسوأ طريقة ممكنة، لأن الأساس الطبيعي بتاع حياة النجم هو إن كل علاقة بيدخلها غرضه فيها جني الاعتراف، وإنه يكون هو المعترف به مش المعترف. والحقيقة ده موقف الفلسفة الفرنسية بشكل عام من القرن ال17 لفكرة الاعتراف، موقف سلبي ومتحفظ بيوصف الرغبة في الاعتراف بأنها حاجة بتسجن الذات بتاعت الإنسان في حكم الآخر وبتخليها تفقد حريتها. طب يا جماعة كله متشائم كده، مفيش حد بيقترح حلول؟ والله صديق الإنسان هو الحقيقة مفيش زرار، يعني عشان أكون أمين معاك بس خلينا نفكر مع بعض. عالم البيولوجيا إدوارد ويلسون ليه تصريح شهير بيقول فيه يجب أن ينتمي الإنسان إلى القبيلة، يعني بيقولك إنه زي النحلة ما بتفقد توازنها لو ضيعت الطريق مع المجموعة بتاعتها، الإنسان كمان بيفقد صلابه لو ضيع الروابط اللي بتوصله بالقبيلة. صديق الإنسان، يعني أنا مش محتاج أوضح لك إن القبيلة هنا معناها عزوتك، عزوتك صديق الإنسان، ناسك الحقيقيين، أهلك، أمك وأبوك وأخواتك وعيلتك وقرايبك وجيرانك وأصحاب العمر، مش ربيعة وسقيف وتغلب، يعني تعول في المقابل على الناس اللي يعرفوك كويس ومش مستنيين منك تحقق التارجت ولا تترقى ولا تبقى الأكسنت بتاعتك ما فيهاش غلطة عشان تبقى بني آدم معترف بيه في نظره. ويلسون بيقول إن واحدة من أعمق دوافع الروح البشرية إننا ما نكونش مجرد غبار هيعدي ويتنسي، وإن كل واحد فينا عنده طوق ورغبة إنه يكون عنده غايات أكبر من نفسه، وعندنا فعلاً احتياج إن يكون لينا قصة بتحكي إحنا جينا منين وبنعمل ايه في الدنيا. والقصه دي مفيش اغراب هيفتكروها عننا، القصه دي مش هيفتكرها غير الناس اللي بيحبونا ويعرفونا من غير ما نحتاج نتك على التايتل بتاعنا واحنا بنعرفهم بنفسنا. طب هتقول لي بس انا بقوانين المجتمع النهارده هتفضل الحاجه للاعتراف تطاردني برضه، انا كده بقى صديق الانسان هسيب لك الاخوه بتوع الفلسفه الرواقيه يردوا عليك مع تحفظي عليهم في بعض الامور شويه، يعني انا وسينيكا قافشين على بعض شويه مفيش حاجه. يعني تعالى مثلا نشوف راي راجل رواقي اسمه ماركوس اوريليوس اللي هقول لك بعد شويه هو مين في موضوع الاعتراف ده. راي الراجل ده انك ببساطه لو شغلت عقلك شويه هتلاقي ايه بقى. ثانيه واحده صديق الانسان، تعالى بقولك هتلاقي ان كثبان الرمل في الصحراء بتغطي بعضها والقديم بيترد تحت الجديد، وكذلك في الحياه بالظبط. فعيش حياتك من غير ما تفكر ازاي الناس هتروي قصتك، لانه ببساطه كل شيء سريع الزوال، سواء اللي بنفضل فاكرينه او اللي بيتنسي كان لم يكن. انت شبه الرمله اللي هتيجي رمله جديده تغطيها في الصحراء. الزمرد مش هيبقى وحش لو ما مدحوش حد، والذهب ما بيزيدش جمال لما حد يقول عليه حلو. انت بتحمل جمالك في داخلك سواء قبل ما حد يمدحك أو بعد ما حد يذمك. خد بالك من نقطة صديق الإنسان، وهي إن اللي بيقول الكلام ده هو ماركوس أوريليوس، فيلسوف أي نعم، لكنه في نفس الوقت واحد من أهم وأنجح الأباطرة الرومان، وهو بالمناسبة كتب الكلام ده لنفسه، يعني ما كانش للنشر يعني، هو ما كانش بيدور على إنه يتشهر ويتم الاعتراف بيه من ورا الكتابة، لكن المفارقة إن كتابه بعد 2000 سنة هو من أكتر كتب الفلسفة مبيعا، كونه إمبراطور ناجح وفيلسوف في نفس الوقت ما فيهوش تعار، لأنه رغم إنه بيشجعك تعيش متواضع ولو بروفايل في نفسك وتمرن نفسك على إنك ما تحتاجش للاعتراف، لكن ده مش معناه إنه بيقول لك إنك تقعد زي خيبتها. كل المنتجات اللي حوالينا وكل الأدوات اللي جنبك وكل التطبيقات اللي على موبايلك وكل الكلام اللي بتسمعه في التلفزيون وكل العبارات المكتوبة في الكتب الأكثر مبيعاً بتشجعك إنك تخش تنافس محموم من أجل الاعتراف. الاعتراف من ناس يمكن عمرك ما هتقابلهم في حياتك، وبعضهم يمكن لو قابلتهم مرة مش هتحب تقابلهم تاني، مع ذلك أنت عايزهم يحكوا عنك بشكل حلو. الرواقية بقى ببساطة بتشوف إن ده مضيعة وقت وهلك صح على الفاضي. العالم مش هيسقف لك على مجهودك بشكل عادي، لأنه أصلاً مفيش معيار عادل على أساسه بيتم إعطاء الاعتراف ولا هيكون فيه. ياما حاجات ممكن تعملها تاخد عليها اعتراف مع إنها مؤذية وكذابة جداً، وأجمل الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك زي انك تبر اهلك مثلا، او تسمع لشكوى صاحبك، او تساعد رجل مسن في الشارع انه يعدي الطريق، او كلمه حق تقولها عكس هوا اللي حواليك. هي حاجات مش هيشوفها العالم، ولو شافها مش شرط يكافئك عليها، لكن على المدى الطويل هي دي الحاجات الوحيده اللي قادره تصلحك على نفسك. طب انت واحده غاويه تهزيق، يعني انا ذنبي ايه بقى ان انا ابقى ماده للسخريه؟ ما وراناش غيرك بقى يا سامح، ترى وقعت ايه المره دي؟ اتفضل يا استاذ سامح، شرابك اهو. اخيرا لقينا لك حاجه مش مميزه، عندنا زيه، مش مرصع بالالماظ يعني. مش مميز؟ على فكره ده جاي لي هديه من صاحبتي، ما خدش بالك من الاستيك؟ ماله الاستيك؟ اس فور سامح، يعني معمول مخصوص عشاني. واضح ان كل حاجه عندك مميزه الا المشابه. على فكره دي هديه حلوه جدا، ممكن تجيبها لصاحبتك او خطيبتك. لا انا عندي ليديز اند كونفرزيشن ديس اوردر. ايه ده؟ مرهق بس شويه. الف لا باس. حبيبي.